اسهر وفتش. انا للاخوه الايرانيين قلت لهم، وزاره الخارجيه الايرانيه دزت، قلت لهم دزهم البارحه يعني شنو طلب، قلت لهم بالتاكيد فتشنا وسنفتش من باب نطمئن فعلا ان لا يكون سلاح يصل لا الى النظام ولا الى المعارضه. هذا الانطلاق، ولن نخضع لاي ضغط، وسوف لن نخضع لاي ضغط. اما الضغط الدولي ما عندي فلسين يسوى. الضغط الدولي اليوم الدولي وين؟ اتجاه اسرائيل وعدوان اسرائيل على السودان. شو هذا ما تحدث الموقف الدولي. انا انتظر موقف دولي؟ موقف الدولي موقف متحيز الى جانب العدو الصهيوني. نقطه راس سطر. قرارنا من مثلا احنا الحكومه العراقيه متخذه قرار عدم تسليح الطرفين، ونرفض تسليح الطرفين، ولذلك سوف نفتش ونستمر في التفتيش من اجل الاطمئنان ان لا يصل سلاح الى النظام. وكذلك لو كان بيدنا منفتش اي شيء يصل الى المعارضه. ولذلك نقول للامريكان اذا فعلا تجادين لحل المشكله في سوريا، اضغطوا على تركيا ان لا ترسل السلاح الى المعارضه.